It is my pleasure to welcome Excellency Ms. Mia Amo-Motley, Prime Minister of Barbados. Your Excellencies, you have the floor. سيادة السادة لديك الكلمة الآن. Thank you very much, شكرا Your جزيلا. Excellencies. شكرا لكم سيادة السادة. It is perhaps appropriate إنه من الجيد that to solve the greatest challenge facing modern humanity. أن نرى نحل بعض الحلول وصعوبة التحديات التي تواجه الإنسانية. نحن هنا في مهد الحضارات مصر. The place where innovation العالم الذي المنطقة التي هنا تأتي فيه لتقف وتدافع من أجل الأجيال. نحن هنا في العلوم. لدينا التكنولوجيا الحديثة تعتبر واحدة حل واحدا لتعالج بعض التحديات ولفهم جيد للدروس المستفادة. معالجة التغيرات المناخ وأثره خاصة في بلادنا. سوف أتحدث الآن. تحدثنا أيضا بالأمس وأيضا في العام الماضي. والحقيقة أن هناك استمرارية لبعض الشؤون أن الشباب وأن كل الحكومات حتى حكومتنا التي هناك مؤشرات لا يمكن تحقيق هذا إلا لم تكن لدينا سياسات مناسبة وأطر عمل مناسبة وأيضا ضمن معايير عالمي. سوف نستمر في مجابهة هذه الحروب وهذه الحرب. لابد أن نكون لدينا أيضا الدروع المناسبة وأيضا الحلول المناسبة التي تكون ذات جدوى أيضا لأمتنا ولحضارتنا البشرية. كل هذا لديه أثر وتأثير وأيضا هناك مشروعات تسمح لنا لتحسين الإجراءات والموقف وأيضا الأنظمة البيئية والبحرية وأيضا الحلول متعددة القطاعات سواء في المياه والزراعة والتخلص من النفايات وذلك لدعم تنميتنا وبناء منعة شعبنا. نؤمن أن هذا ضروري للغاية لأن النهج الشمولي وحده هو الذي يسمح لنا أن نحتفظ بمسارنا نحو التنمية بدلا من أن نقع ضحية لعوامل ليست مردها فقط أننا لم نبني القدرات. مؤخرا قد دشنا مبادرات لفتح الحيز المالي لتحقيق أهداف المناخية. خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصدرنا للمرة الأولى الصكوك الزرقاء أو السندات الزرقاء. هذه السندات الزرقاء ستسمح لنا بمعالجة الدين بالتعامل مع البنك الأمريكتين للتنمية وكذلك الهيئات الطبيعية وكذلك الاستخدام المدخرات بمقدار 50 مليون دولار أمريكي وذلك لتطوير المناطق البحرية. والخمسين مليون دولار أمريكي سوف تدعم الصندوق الاستئماني لأن الولاية البحرية أكثر ب 425 مرة من بر البلاد. وهذه الصكوك أو السندات الزرقاء وضعت أحكام خاصة بالجائحة إذ إن من أحد الصعوبات التي تقع أمامنا هو أنه ليس لدينا التمويل الكافي لتنميتنا وفي الوقت ذاته ندفع فوائد كبيرة على الديون نتيجة للضغوط التي رتبتها علينا الجائحة إذا لم نتمكن من معالجة الدين وكذلك معالجة الكوارث الطبيعية فقد يصعب علينا مواجهة الأزمات التي يمنى بها شعبنا. لذا ينبغي أن يكون لدينا الحيز المالي الكافي. وعلى وجه مماثل نسعى لإيجاد هيئة للاستثمار في لجنوب وشرق الكاريبي لأنه ينبغي أن يكون لدينا تمويل كافي لتحقيق التكيف الضروري في المسار الذي نعمل فيه.
أصدقائي، قيل الكثير أيضا عن مبادرة بريدجتاون والتي يقصد منها توفير التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تخرجت بشكل فعال لدى البنك الدولي، وكذا لتتمكن من الاستفادة من صندوق المنعة والاستدامة الذي أسسه صندوق النقد الدولي، وذلك يسمح لنا بالحصول على ديون بوقف سدادها لمدة 10 سنوات وبأسعار فائدة مناسبة مقارنة بالأسعار الحالية. والجوانب الأخرى من مبادرة بريدجتاون ستعود بالفائدة على بلدان أخرى، لأن الواقع أنه إذا لم تتمكن المؤسسات المالية من الحديث عن الوقائع الحالية فلن يتمكنوا من مساعدتنا في الانتقال المرجو. الأحداث الأخيرة التي تتهددنا تهدد الدول الصغيرة بشكل أكبر. ذكرنا كثيرا أن الدول الكبيرة قد تتعرض لحادث مناخي وتنجو منها، أما الدول الصغيرة فليس لديها هذا الترف، وبالنسبة للكثير منا خطر الأحداث المناخية الصعبة قد لا نتمكن من النجاة منه، وقد واجهنا كل التهديدات بالحلول المناسبة، ونرى أنه يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى. والحقيقة أننا جئنا إلى شرم الشيخ مدينة السلام، وذلك لضمان أن نعمل من أجل تلبية احتياجات الإنسانية ولكي نحمي أنفسنا وحياتنا ومعايشنا كجنس بشري، ولنترك مدينة السلام ونحن ملتزمون بضمان أن هذه الرحلة سنضيف إليها المزيد ومعالجة مسائل الخسارة والضرر، فهذا إنجاز كبير لطالما نضلنا من أجله لسنوات. لم نحقق أهدافه بشكل كامل، لكن وضعه على جدول أعمالنا يكفل أن بلدانا مثلنا التي لم تسهم بشكل كبير في انبعاثات الدفيئة، هذه البلدان لن يضغط على حيزها المالي وستتمكن من النجاة، بحيث لا تتحمل عبء إعادة التعمير بعد الأحداث المناخية، ولن نضطر للاختيار بين الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. أعتقد أن لدينا قضية أخلاقية عادلة، والأمر يرجع لنا لنعمل معا بحيث نحرص على أن هذه الجهود وهذه الرحلة ستحدد هويتنا وتحدد المناسب لنجاة الجنس البشري ولحماية كوكبنا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدتي على بيانك.